أنا بس عندي كلمة بخصوص ارتفاع أسعار السمك. أنا أعتقد الغلط الأكبر واللوم يرجع علينا إحنا، لأن مفروض توضع لجنة أو مسؤول يراقب هذا الأمر. ما يصير ثروة وطنية يتحكم فيها مؤهل الديرة، وهذا غلط. وترى المال السايب يخلي الضعيف يبوقك. أنا أعتقد عندنا احنا من الخبرة الكبيرة، وما شاء الله بلدنا أسامي نواخذتنا وصلت الهند، فأعتقد عندنا عيال يقدرون يمسكون هذا الأمر، يمسكون البحر من حداقة، من نواخذة، ها، ومن يتحافظون على الثروة السمكية وتحافظون على المال العام. واللي مو قد المسؤولية قضبوا الباب، خلي يمسك واحد قد المسؤولية يحافظ على ثروات البلد. وربي يحفظ الكويت ويحفظ شعبه.